السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنطبخ قلقاس وفراخ، يا رب ينول اعجابكم. اذا عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشتراك للقناة. النهاردة هنعمل، هجيب القلقاسة واقطعها كده، نضفها كويس. طبعا في ناس ما بتحبش القلقاس عشان المادة اللزجة اللي بتبقى فيه او تقطيعه صعب شوية، بس انت زي ما انت شايفين كده جايباه على صينية او على رخامة او على قطاعات الاكل السلطة والحاجات دي، ونبدأ نعملها كده. وخفي خدي بالك لان هي جامدة شوية. تبدأ تعملي ايه؟ تبدأ تخلصيها كده كلها. بعد ما تخلصي كلها ما تبلهاش مية، مش بنبلها مية، بنقطعها خرط ونيجي تحت ونيجي نكون مدفيين مية على البوتاجاز في حلة، ونقوم مسقطينها فيها بعد ما نعملها مكعبات، يا مكعبات زي البطاطس كده. وبعد ما تاخد بس تهمس المية كده، نقوم شايلينها نشلينها من المية، صفينها زي المكرونة كده، نصفها في مصفى في الحوض، ونقوم جايين تحت الحنفية بقى ونغسلها بقى خالص لغاية ما المليطة دي كلها تروح. ونيجي بقى، دي مرحلة الايه اللي هي شيلان المادة اللزجة اللي عليها. وبعدين بقى مرحلة الطهي بقى، نبدأ مرحلة الطهي. نقوم عاملين ايه، نجيب اللي هو الورق اللي هو السلق وننضفه كويس، نغسله كام مرة، اكتر من مرة، عشان الطين والميكروبات اللي بتبقى فيه اللي جاية من الارض. شوفي احنا كده هنسيبه، انا مسيباه يبرد شوية بس عشان سخن على ايدي. وبعدين ايه، هعمله كده. بعدين نبدأ نغسله تحت الحنفية أوي لغاية ما المليات دي كلها تروح منه، ونيجي نجيب السلق بقى ونبدأ ننضفه ونغسله كويس كم مرة، أكتر من مرة، ونقوم مقطعين، نشيل السيقان من العواد، من العود ده، من الورقة، ونغسلها كويس، نغسلها أكتر من مرة لغاية ما الطين والميكروبات، لأن ده طبعا جاي من الأرض بيبقى فيه طين وحشرات وحاجات من دي. نغسلها كويس جدا أكتر من مرة، ماء غزير. ونقوم اخر اخر دور نحط عليه خل. نيجي بقى نقطع، ننضفه كله 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 كده، يعني الحزمتين دول نضفناهم كويس، انضفهم كويس واغسلهم اكتر من مرة واظبطه كده، ويكون ايه معلقة على طاسة حاطة فيها يا اما مادة دهنية، معلقة سمنة كبيرة، يا اما معلقتين ثلاثة زيت. ونحط الورق ده اللي هو الايه الورق، ومعاه مثلا 5 6 فصوص ثوم حسب ما انت عامله. انا عامله نص القلقاسه، مش القلقاسه كامله، لان انا في البيت هنا مش متوفر الا احنا 2، والتالت محمد ابني ما بياكلش الخضار يعني. وحاجه تانية، احنا عيله صغيره حاليا لان العيال في الجامعه، وما يعني مش متواجدين الايام دي، عندهم امتحانات، ربنا يوفق الجميع. نيجي بقى نقطفه بقى، هنقطف بقى ايه، نقطف العواد دي وننضفها كويس، حلو قوي. ونرجع قلنا نحط الزيت على الطاسه، في الطاسه على البوتاجاز، ونعمل فصين ثوم وكم فص ثوم كده حب، ونرجع نقعد ندبله كده زي ما تشوفوا كده. هندبله بالمعلقه الخشب او المعلقه السيليكون اللي هي المغرفه، نقعد بعد ما قطفناه. طبعا احنا دلوقتي انا بقى مرحله التقطيف، بقطفه وحطيت كام فص ثوم اهو، واقعد ادبله بايدي كده، ادبله بايدي لغايه ما يدبل، لما احس انه دبل وكده اقوم خلطه في الكبه. وبعد ما احطه في الكبه انصب على القلقاس بقى في حله عليها شوربه، واحطها على البوتاجاز تغلي على المخلط ده، واقوم خلط واقوم حاطه ده معاهم، واخد له الايه التوابل بتاعته، ملح وفلفل وكمون وكزبرة لو عايزة براحتك يعني. وبالهنا والشفاء يا رب ان شاء الله. وبصراحة يعني بصراحة يعني وكان جميل يعني، ما شاء الله كان جميل قوي لما اكلنا يعني، كان جميل الحمد لله. كنت اول مرة السنة دي ناكله يعني، كانت حاجة حلوة كده، كان الواحد مشتاق له. بس انا اولادي ما بحبوش الحاجات دي يعني، فانا بجيبها حاجات قليلة على قد انا وزوجي يعني. المهم، وبعد كده لما بتدبل الورق ده
بناخده بقى زي ما قلنا في الكبة ونعمله ونخلطه، ونكون جايبينها ننصب كده عليها ماء شوربة، ونحط القلقاس نفسه. والحبيبني في القلقاس ده بصراحة جارة ليا رحمة الله عليها اسمها أم أيمن، وبنتها زينب. زينب كانت دايما تحبه يعني، فحببتني فيه، انا ما كنتش بحبه الاول. انا علقت على الشوربة اهو، واحط اخلط السلق في الكبة مع التوم، ونبدأ مرحلة اللي هو نعلق عليها، نحط لها التوابل بتاعته، الملح وفلفل وكمون، واسيبه يستوي، وشوربة طبعا، واسيبه يستوي مع بعض كده لغاية ما يستوي وخلاص. ويا رب ينول رضاك وينول اعجابك. وده بالنسبة لطريقتي في السلق. وطبعا بعمل حبات قوطة في الكبة برضو، بخلطها في الكبة واحطها معاهم، او لو عندك صلصة معلقة صلصة اي حاجة. طبعا ده طريقتي في القلقاس، والله بصراحة عجبتني من يوميها، من يوم طنط ما ايمن كانت بتعمله واتعلمت منها، والحمد لله جميل يعني، عجبني يعني من يومين رحمة الله عليها، ربنا يرحم امواتنا جميعا. المهم هنبدأ بقى ايه، نشوف الفراخ بقى. الفراخ عندي انا طبعا بسبق قبل الفيديو لان الفيديو طويل، انا بسبق ان فيديو طويل. هبدا اعمل ايه، هبدا اجيب الفراخ طبعا انضفها كويس واغسلها بالملح والخل والليمون والطحينه، واتبلها واعمل لها عصاج لها لحم، عصاج لها بصلايه، اعملها في الكبه واحط لها ملح وفلفل وكمون برضو، واحشيها واسيبها شويه كده، واحط لها على الوش كده شويه ملح وفلفل. وبعدين يكون مسخنة مية احط لها، يكون مية سخنة احطها، ومعاها حباية قوطة، حباية جزرة، حباية بصل، ورق لوري، وحبة هام، ومستكة. بس تعملي الشوربة بتاعتها لسان عصفور، اعملي عايزة تعملي اي حاجة، شوربة خضار اعملي براحتك يعني. بس هي انا هعمل بس الفراخ مسلوقة يعني، واطلعها التتبيلة دي لو قعدت اكتر ساعتين ثلاثة تبقى جميلة، طعم الفراخ اجمل. لكن احنا الواحد بيبقى مستعجل، فطبعا هي اتسلقت، وبعد ما اتسلقت اهي اهي طلعت بالسلق. يعني اما استويت ولقيتها استويت، عملت لها معلقة كاتشب، على معلقة زيت، على معلقة نص معلقة ملح، على نص معلقة ملح ليمون، على نص معلقة عصفر، عارفة العصفر اللي هو بيحط في الليمون المعصفر، على معلقة اللي هو اللي احنا كركم. وقمت دهنها كده، وكنت حامية الفرن، دخلتها الفرن ان شاء الله عشان تاخد لون حلو. وكده الفينش النهائي بتاع الفرخة بتاعتنا، والفرخة دي بلدي مش بيضة يعتبر، دهنتها من جميع الاتجاهات طبعا، فيها تتبيلتها بكل حاجة، كل حاجة، الملح والفلفل والكمون والكاري وعصفر وملح ليمون ومعلقة كاتشب، ممكن معلقة صلصة لو عندك عايزة. وقام حطاها مدخلها الفرن تاخد لها وش، وتاخد وش يعني اللون المذهب ده، وبعدين بالهنا والشفا ان شاء الله، واوريها لكم في النهاية يعني ان شاء الله. كده هي دي برضو من ضمن الصلصة الصفرة دي من ضمن الخلطة بتاعتها، ودي طبعا لما خلصت وتحمرت، وده الفينش النهائي بتاعي يعني، وبالهنا والشفا على صحابها.